تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن في هذا البرنامج نفتح أبواب التواصل معكم مستمعين لاستقبال آرائكم، اقتراحاتكم، ملاحظاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في تطوير الخدمات الصحية في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. أرقام التواصل معنا بتخبركم عنها دكتورة ندى الملا. صبحك الله بالخير دكتورة. صبحك الله بالنور والسرور. اليوم الأثنين والمخرج موصيني توصاية يقول قولي يوم الأثنين اللي يحبك الأثنين. بس ما نقول أحد يحبك الأحد، لازم نخلي كل يوم في الأسبوع شيء مقولة تتبعها عشان الناس تتفائل بكل يوم محمود. ما يقول أوه الاثنين وكم يوم تام على الخميس وبعد الأسبوع في بدايته، فإن شاء الله بدأ كان بداية نهار سعيد عليكم. ثاني يوم ريال مدارس إن شاء الله كان أول يوم مر بسلام ومحبة وسعادة، ورجعوا الأطفال سعيدين للمنزل. ورقم التواصل معنا 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف بعد الحمد لله اليوم على أكاونت نور دبي وأكاونت حياة الصحة بدبي DHA_دبي على الإنستغرام. إذن تحية لمخرجنا إيمان سرحيل وأيضا في التنسيق معنا ميرا الأغفلي. في الأسماء بتكون معنا ميرا ولا بعدها؟ زين ما ترد مو مشكلة. نحن ما نتكلم اليوم دكتورة عن البارحة قالوا لي أنت معصب في الإذاعة، هي عن مشكلة أن الأطفال الكي جي اللي الأمهات تقول لك ما نقدر نسوي عليهم، ما نقدر نتحكم فيهم. زين. موضوع نحن ما نتكلم اليوم عن شغلة ثانية بالنسبة للأطفال. في دراسة تقول أن قلة النوم في سنوات الطفولة تزيد من خطر الإصابة بداء السكري. أشارت دراسة حديثة إلى وجود علاقة مباشرة بين قلة النوم عند الأطفال وزيادة خطر الإصابة بداء السكري لاحقا. وبحسب الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال فإن الدراسة جرى نشرها في مجلة طب الأطفال قد خلصت إلى أن الأطفال الذين ينامون لفترة أقل بساعة واحدة عن الفترة الموصى بها للأطفال تظهر لديهم العديد من العلامات الحيوية لداء السكري مثل ارتفاع جلوكوز الدم وزيادة المقاومة تجاه الأنسولين وزيادة وزن الجسم. وتوصل أكاديمية بتجنب تلك المخاطر عن طريق النوم لعدد ساعات كاف طوال سنوات الطفولة. شو تعليقك محمود؟ قلة النوم عند الأطفال تسبب وايد مشاكل أحدثها مرض السكر. كم الموصى؟ إحنا ممكن ما تقول زين، هي تقول الدراسة تقول لو ناموا ساعة واحدة أقل. كم الموصى به؟ 10 ساعات. يعني الطفل لازم يصحى ينش من الرقاد حسب مواعيد المدارس الحين على الأقل الساعة 6، لأن البساط مر 6:30. ساعة كم يرقد؟ معناه لازم يرقد على الأقل 7 في الليل يكون خلص مستعد للنوم، فرش أسنانه في السرير ويدوب لما ينام 7:30 هو نايم. ما يصلي نايم. يعني ما عليه صلاة. ما عليه صلاة. الأطفال الصغار 10 إلى 12 ساعة لازم ينام، عشان شي تلاقي الأمهات يشكون إن الطفل في المدرسة استيعابه قليل، ينام في الصف. الأبلة الشكة تقول لك الطفل ينام يحط راسه وينام وما ينتبه لأنه لا يحصل على قدر كافي من النوم. ورجاء يا أمهات طول الأسبوع مع الويكند لازم الطفل ينام من وقت، ما في شيء اسمه في الويكند خليه يسهر. شو الهدف إنه خلي السهر الطفل يسهر الساعة 11؟ محمود تقولي شو يستفيد ليه الساعة 11؟ ألاقي أطفال الساعة 11 سواعين. ليش؟ والله ويكند، ما في داعي يلتزم من نظام نفس باقي الأسبوع. خلي الأم تنام أول. خلتنا أمتنا ما يستوي يا أمهات، لازم ينام من وقت طول يعني طول أيام الأسبوع. ممكن تأخرين الساعة خلال الويكند ولكن لازم ينام من وقت. ليش؟
أثر قلة النوم خلال الجمعة والسبت يأثر عليه لين باقي الأسبوع. بتلاحظين طفلك يوم الأحد والأثنين بعده تعبان. احرصوا ان الاطفال ينامون من وقت. هي مش رفاهيه لما قاعد الطفل متاخر, لانه هو اللعب يلعب طول اليوم. لو قعدتي للساعه 2 الفجر بيلعب, فانت احرصي انه هو ينام من وقت. واهم شيء تفريش الاسنان قبل الذهاب للنوم. صباح الخير استاذ محمود, دكتوره ندى, ما شاء الله الصوت الطبي الصادح بارك الله فيكم. صباح الخير يا اهل دبي, وعلى راسي كلكم ابو عبد الله من القطيف, وصبحكم الله بالخير هناك. شو يقولون فعلا والله كلامك صح. انا كنت اخلي ابني في الويكند يسهر على اساس انه اجازه. لا, هذا هالامهات يقول لك عشان شو, في بعض الامهات تقول عشان الطفل يرتاح ما يحس انه هو ملتزم. لا, ليش ما يكون ملتزم؟ اعلم على الالتزام. حتى احنا ليش تسهرون يا جماعه للفجر في الويكند؟ انتوا طول الاسبوع تعبانين, احصلوا على قدر كافي من النوم حتى في الويكند. ممكن طول السهرة شوية يعني بالنسبة لنا احنا ككبار 10-11, بس الطفل خلوه ينام الساعة 7:30-8 نايم مع الملائكة, ياكل رز مع الملائكة على قولة اخوان المصريين, والام ترتاح والابو يرتاح وهو يرتاح وصحته تكون افضل, ونحميه من اصابة مرض السكر. طيب ناخذ بوشهد. بوشهد صباحك ورد. السلام عليكم. عليكم السلام. الله صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالورود, تفضل. الله يسلم. والله موضوعكم جيد وحلو. أنا في عندي نقطة بس تكلمت عليها, إن موضوع الطفل يعني قلة النوم. في أعرف إنه من حد من قرايبنا كثرة السهر سبب له سكري, والحين بعد عمره تقريبا 10 سنين. أنا أوجه رسالة يعني للأمهات والأباء, إنه هذول أبنائكم لازم تهتمون بيهم. الحين شو أكثر, أنا بروح عند قرايبي بشوف بدهم ينوم الطفل, يلا أمسك الجوال أمسك الآيباد, بعدين عيونه بتعور. صحيح. أي يعني خلاص كل واحد والله ماسك تلفون بالبيت قاعد, ومخلي الولد بروحه ماسك تلفون بعد ولا شيء. مفروض إحنا كنا قبل, يعني الحين عمري 31 سنة, قبل إحنا كنا يعني يوم بالابتدائي بالمدرسة خلص الساعة 8:30 احنا نايمين. صحيح. خلاص. صحيح. 8:30 9 نايمين, مش إجباري يضربونا ويقولونا ناموا, لا احنا سبحان الله خلاص 8:30 9 بالنام. الحين والله بشوف بعض الأولاد بروح عند حد من قرايبنا وربعنا بسهر عندهم, الولد الساعة 2-3 يعني اهله نايمين هو سهران. صحيح. تلاقي الأم تحايل عشان ينام, تحايل عليه عشان ينام الساعة 1 في الليل. لا, وشوف عنده طريقة يعني بالضرب. ضرب لا, بالعكس بيزيد. صحيح. إن شاء الله. جزاك الله خير يا أبو شهد. جزاك الله خير. طيب. الله يسلمك. أنا بس لأخت ندى. تفضل. الله يخليك, بس بعد البرنامج إذا ممكن تتصلين فيه. حاضر, فعلك طيب. الله يسلمك, جزاك الله خير. الله يخليك, حياك الله. شكرا لك يا أبو شهد. هذا على الطاري, بس خلينا ناخذ أسمى الجناحي وبعدين بخبرك السالفة. تفضلي يا أسمى. السلام عليكم. السلام. سرور. هلا يا أسمى. هلا. أتمناكم يوم سعيد, أتمنى لكل المستمعين يوم سعيد إن شاء الله, ويوم الاثنين الله هانت باقي 4 أيام. على الخميس الونيس. على الخميس الونيس. حبينا اليوم نركز على رسالتنا اليوم, نركز فيها على الفطور, لأن من الوجبات اللي الناس تهملها 100%. صحيح. فنصيحتنا هي اليوم نقول وجبة الإفطار تعد من الوجبات المهمة, فهي تغيق من السكري, أمراض القلب, ضعف الذاكرة, وزيادة الوزن. البعض يحس أن كل ما نقص وزن وجبات راح يضعف, راح تتم ثم أنت ما راح يتحرك وزنك. صحيح يا أسماء. ثاني وجبات رئيسية وجبتين سناك, لكن أهم شيء وجبة الإفطار هي اللي راح تساعدك في اليوم كله. صحيح صحيح. لا فضفوك يا أسماء. الله يخليكم وأنتم بصحة وسعادة. شكرا لك يا أسماء. بس أحب أذكر اليوم العيادة الذكية بتكون عن سرطان الغدد الليمفاوية. أي ساعة؟ الساعة 11 على كل قنوات التواصل الاجتماعي, بتكون لايف على بيسكوب وإنستغرام اللي هم DHA_Dubai, وراح يكون في الملخص في سناب شات على DHA_Dubai بعد. ممتاز. شكرا لك يا أسماء. طيب على هذا الطاري عندي واحد من الأصدقاء, طبعا هو من مشاهير السوشيال ميديا, هو ما أقول اسمه. إنزين. عنده ساعات مخصصة لأنه يرد على المتابعين اللي يتابعونه. يعني يقول من الساعة 1-2 أو من 12-2 عندي هذه الساعات إني أنا دائما أرد على المتابعين. يقول من بدي الرسائل يتني رسالة,
وحدة بعثت لي مساء الخير. قلت مساء النور أختي. أنا تابعك وهذا تيوب مسجلة صوت. زين يا هل صغيرونة. قال له بابا أنت ليش ريحي ما براقدة؟ وين الساعة واحدة من الليل طبعا. هي وين أمك؟ وين أبوك؟ صحيح راقدين. أنت ليش ما براقدة؟ لا أنا وايد أحبك وأحب أشوف سناباتك وكذا وهذا. قال أنت مفروض أنت راقدة من المغرب وحاطين تلفون في إيدها في تلفون في إيديها وتتواصل مع ناس أغراب. انزين وممكن ما تعرفين الناس هذول كيف ممكن يستغلون هذا الشيء. يعني للأمانة هذا الشيء يعني ما أعرف شو أوصفه. لكن يا إخوان البارحة كنت تكلمنا في هذا الموضوع بشكل أو بآخر على صحيح. السريع صحيح. لكن نقول لكم يا جماعة الخير الله يخليكم هلا هلا في عيالكم ما يستوي تحطون شسم التليفون في يد عيالكم وما تدري شو يشوف من يتابع من يراسله وفوق هذا سهران الساعة 2 تراسل الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. مفروض ينشل عنها. احنا ما بنطول محمود ممكن ناخذ مكالمة عندنا أخ جاسم على التليفون. ناخذ مكالمة ولا نطلع فاصل؟ شو رأيك يا أيمن؟ يلا جاسم إذا بتختصر يلا تفضل. السلام عليكم. مرحبا السلام. هلا أخوي جاسم. أنا عندي لمحاضة على الأمهات. تفضل. الأمهات إن حين يعرفون عيالهم إجازات بس ما أن أخليهم يعني بين ساعة 3 الفجر. الحين عندي طفل أنا أتكلم عن أختي أوكي تنيم عيالها لين ساعة 3. أقولها ليش؟ تقول لي مي لهم رقاد. ما يستوي مي مرقاد. كم عمارهم هذه الأهل؟ 7 سنوات ومقادرة تسيطر عليه. ايوه هذا هو المشكلة. ما بنزعل اخي جاسم ما بنزعلها. لا لا نزعلها برد عليها برد عليها كيف ممكن تضبط نومهم. يعني حاولت اني كثر ما افهمها ماكو فايدة. ياها ضايع الكلام. قول لها خل تسمعنا بعد الفاصل جاسم. قول لها خل تشغل الحين اهم شيء ترى ان خليتها تسمع. زين يعني نحن نطلع فاصل جاسم وخل تسمعنا كيف ممكن تضبط نوم عيالها وكيف ممكن ان هي تقوم هذا السلوك عندهم. فاصل مستمعين. شكرا لك يا جاسم. فاصل مستمعين بعد الفاصل راجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام. حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا دكتورة 600551414 والرسائل النصية على 4006 موجودين لايب على أكاونت نور دبي وأكاونت هيئة الصحة بدبي DH_دبي على الانستغرام. قبل الفاصل جاسم كلمنا عن أخته اللي ما بقادر تنوم عيالها لين الساعة 2 يقول واعين وحين تسمعنا. قال إن مفروض إن تسمعنا. تفضلي دكتورة شو كيف تقدر تضبط رقاد عيالها. إنزين هذه بعد واحدة على نفس الموضوع مثل أو زي بنتي عمرها 6 ما ترقد ليه الساعة 12 أو واحدة من كانت في أول روضة. إحنا نرقد ويتمسح والله ما حد من العوز العيال غير مهم. يا أمهات يا جميلات إن نوم الطفل ترى واحد من أبسط الأشياء اللي ممكن تنظمين إياها. ليش؟ لأن الطفل فكري نفسك أنت يعني لا طاقة معينة وتخلص هالطاقة أو البطارية تخلص. فأنت الطفل لو نام متأخر تبي تنظمين وقته النوم أول شيء صحي الصبح من وقت بكل أشتى الطرق صحي شلي ودي الحمام اغسلي وجهه بنش من النوم. ما في شيء اسمه وعي ما ينش. وعي من وقت الصبح هذا أول شيء. ثاني شيء حق صلاة الفجر. وعي صلاة الفجر محمود الله ذاك 5:30 توعي الطفل على الأقل 7 أو 8 على أقصى تقدير يكون واعي بأي طريقة لازم ينش. وعي بعدين ابدي لعبيه الياها لو اندمج في اللعب ترى ما بيرقد. لعبيه برا وافضل شيء تسوينه لعبيه في الشمس شوي. الشمس نفسها تصحصح الواحد. لا تخيل قاعد داخل في المكيف والبراد راح يجيله نوم مره ثانيه. لعبيه شوي برا بدايه النهار وخليه يلعب الظهر. لا تخليه ينام ابدا 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 باي طريقه كانت. بعدين في الليل 7 خليه يرقد اوتوماتيكلي ينتظم نومه بعد هذا بشرط نحافظ على السيستم. ثاني يوم ما نخلي ينام للظهر انه وعي مره ثانيه الصبح يومين ثلاثين بالكثير. السيستم هي بيخترب حطي لي سماعه قريب من هذا عشان ما ناخذ ام علي. ام علي اختصري لان ابو علي ما سمعت. ام علي عفوا ام علي
اختصري لي ام عليا لان في عندي استاذه ميس البستاني تتريع على الخط بعد ما ناخذها. تفضلي. لا تفضلي شكرا. بس انا كنت ابغى اسال شو تقصدون بعمر يعني عفوا كم يكون عمر الطفل؟ لان انا عندي 15 و14 و12 وكلها يتشكون وما يبون ينامون يعني. بعض إذا قلت لهم ناموا حس بيزعلون ويعصبون. خي يزعل خي يعصب خي يزعل. شو المشكلة إذا زعل وعصب؟ لا لا شو المشكلة؟ زعل يعني بينام وهو مكتئب. لا 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 أم ميسة عفوا اسم أم علي أم علي أم علي أم علي ما عليك أنا برد عليك الحين بقول لك زين. وبعد تعالي يوميون من المدارس ينامون شوية قيلولة فهذا وايد يأثر. كم مدة القيلولة أم علي؟ كم يرقدون؟ نص ساعة؟ يعني هم يصلون 3:30 يتغدون ينامون ينشون 5:00. اوكي انزل ما في مشكله. اوكي مشكوره يا ام علي. انا بجاوبك على السريع يا ام علي. قبل لا تجاوبينها بس خلينا ارحب ب ناخذ ميسه. استاذه ميسه البستاني صبحك الله بالخير يا ميسه. صباح النور استاذ. على سامحين نحن اليوم ما شاء الله فتحنا موضوع زين فبعد ما ناخذ رايك في استاذه ميسه البستاني مدير اداره خدمات اللياقه الطبيه بهيئه الصحه بدبي. بس نعلق على مكالمة أم علية ونرجع نتكلم بعد في موضوعنا الرئيسي اللي ما أتحدث فيه معاك سادة ميسة. تفضلي يا دكتورة. باختصار بقول حق أم علية. طبعا أم علية الموضوع اللي عندها إن عيالها في فترة حرجة فترة المراهقة 12 و15 و16 سنة ففي هالفترة يحسوا لما أمهم تقولهم ارقدوا من وقت كأنها تأمر عليهم. فيا ماما يباله هذا مسايس يعني يباله تحايل ما يحسون هو أمر مباشر بيعاندون وما بيرقدون خليهم بينامون فيهم اكتئاب. لا ما صدقوني يا جماعه ما في طفل يلا اكتئاب. لو قلتي له نام ونام هو زعلان ما في مشكله يا مال احنا رقدنا واحنا زعلانين ومضروبين ما استوى فينا شيء. لا نكون رقيقين زياده عن اللزوم. واهم شيء لا تقولي له بنصير بننام ولازم تنام الحين. لا وديهم على السرير قاعدي عدالهم تكلمي معاهم شو كان يومكم شو سويتوا تكلمي بكلام عام وشوي شوي بالهدوء راح ينامون. بس بفعل الامر ما راح ينامون. والله يهدي لك عيالك ان شاء الله. آمين. واعطينا فيدباك يعني الخطة هذه كيف تنجح معك. أنزل أستاذة ميسة تبغي تعلقين على الموضوع هذا ولا ندخل في موضوعنا الرئيسي؟ والله أخوي محمود من خبرتي يعني الصغارية أكبر غلطة رقاد الظهر. إيه والله صحيح. يعني يوم بيون من المدرسة الأم عليها أنها هي تشغلهم صحيح توديهم تجلس وياهم تلعب وياهم مثل ما تفضلت الدكتورة لازم ينشغل الياهل. من يعديهم لمغاب خلاص يتعشون يتبخون وخلاص يرقدون صحيح. زين ثاني يوم ينشي الصبح يعني نشيط صحيح. انا في قاعد الظهر في شغله بعد موضوع وين يرقد حاطي له تلفزيون حاطي له كذا بعد ما يصلح ما يصلح. ما ما هي يعني غرفة النوم للنوم صحيح. زين بالضبط. بدأت هيئة الصحة بدبي منذ أواخر شهر أغسطس الماضي باستقبال طلبات الصحة المهنية بعد إيقاف تقديم هذه الخدمة من بلدية دبي ويعني حصرها على هيئة الصحة تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي رقم 17 لسنة 2017 للحديث عن خدمة فحوصات الصحة المهنية وأماكن تقديمها في هيئة الصحة بدبي. أستاذة ميسة بتجاوبنا على هذا الموضوع. بداية أختي ميسة خلينا نتحدث عن المراكز اللي حددت الهيئة لتقديم الفحوصات الخاصة بالصحة المهنية. إن شاء الله. طبعا هي الصحة المهنية هي خدمة تختص بسلامة العامل في البداية هي سلامة العامل والمحيطين فيه في بيئة العمل من زملاء في العمل بالإضافة إلى بيئة العمل نفسها والمتعاملين من الجمهور مع هذا الشخص. الصحة المهنية هيئة الصحة توبت لها تقريبا 20 فئة وظيفية تحت كل فئة مجموعة من الوظائف اللي هي متشابهة في هذه الفئة. مراكز تقديم الخدمة عندنا في أبتاون مردف في عندنا في مركز أبراج بحيرات جميرة اللي هو هذا المركز الجديد إن شاء الله بنفتتحه الأسبوع هذا يوم الأربعاء بإذن الله بإذن الله تعالى إن شاء الله. طيب. وفي عندنا مركز أبتاون مردف اللي هو يشتغل 12 ساعة في اليوم من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء. ممتاز. الأوقات طبعا هي يعني تتناسب مع كل جمهور الصحة المهنية وهي الصحة المهنية عملائها جميع المؤسسات الحكومية والشبه الحكومية والخاصة. زي الدكتور أستاذ ميسة كيف ممكن أنا كمتعامل أستفيد من هالخدمة؟ يعني مثلا أنا مثلا أشتغل في شركة ومرؤوسي قال لي روح سوي فحوصات الصحة المهنية أنا أتوجه على طول ولا في إجراء معين وشو الأوراق والإثباتات اللي لازم أجيبها معي؟
إنزين بالنسبة حق الصحة المهنية، طبعا كل الشركات والمؤسسات المرتبطة بإجراء التفتيش الصحي من بلدية دبي هي عندها المعرفة المسبقة أنه لازم كل الموظفين اللي عندهم يمرون في هذا الإجراء، وتصدر بطاقة الصحة المهنية من هيئة الصحة لأنه أوريدي مرتبط فيها إجراء التفتيش الصحي من بلدية دبي، وهم أوريدي هالمؤسسات كلها تعرف هذا الإجراء، خاصة المؤسسات العاملة بالأغذية. زين بالنسبة حق الفئة اللي تفضلتي فيها دكتورة، هذه الفئة يسمونها فحص ما قبل التوظيف. صحيح. يعني اللي كل الجهات الحكومية وشبه الحكومية، سواء كان هذا الموظف مواطن أو غير مواطن، الجهة الحكومية اللي بيشتغل فيها أو حتى الجهة الخاصة هي تبغى تتأكد من سلامة هذا الشخص على حسب الفئة الوظيفة اللي بيشتغلها. يعني اللي بيشتغل في وظيفة إدارية تخصصاته تختلف، إذا كان بيشتغل في وظيفة غير إدارية مهنية مثلا ميدانية تختلف تخصصاته، مثلا السائقي السيارات اللي هم يتبعون أخوانا في هيئة الطرق والمواصلات تخصصاتهم بعد تختلف، لأن هذا السائق بيركب ويا ركاب في هذه سيارة الأجرة. فكل وظيفة تخصصية لها مجموعة من التخصصات الطبية مرتبطة بسلامة هذا الشخص لممارسة هذه المهنة. صحيح. طيب نرجع لموضوع فحوصات الصحة المهنية، الفئات اللي بتستفيد من هذه الخدمات هم منو بالضبط؟ زين، وكم مدة يعني السريان البطاقة الصحية اللي بتعطونهم أو بطاقة الصحة المهنية الصلاحية مالتها؟ انزين الفئات اللي بتستخدم الخدمة، نحن في عندنا 20 فئة، بعطيك بعض الفئات. مثلا العاملين في المجالات الزراعية، العاملون في مراكز التجميل والخدمات اللي هي مشابهة لمراكز التجميل، مثلا عمال يعني الحلاقين مثلا ولا مراكز بالضبط. تجميل، أنا أتكلم عن الحلاقين ومن في حكمها عيادات التجميل وهالأشياء. عيادات التجميل هي بيكون الاختصاص يتبع اللي هم العاملين في القطاع الصحي، اي اللي هم التنظيم الصحي هم المسؤولين. التنظيم الصحي. اوكي. وبعد لهم بعد باكج او باقه فيها فحوصات طبيه معتمده لتلك الفئه. اوكي. يعني مثلا العاملين في الصناعات الزجاجيه، مصانع الاشعاع، النفط والصناعات الكيماويه، اوكي، اداره النفايات، عمال التعقيم، يعني في وايد فئات وظيفيه نحن سوينا لها مجموعه من الفحوصات اللي هي تتناسب مع هذا الشخص اللي بيشتغل في هالفئه التخصصيه. صلاحيه البطاقه كم بتكون؟ سنة. هذا الفحص ينعاد سنة. سنوياً لازم يسوون. نعم. ولكن في نهاية اليوم نحن نعتمد على الإشعارات اللي توصلنا من إخواننا في بلدية دبي عن طريق الربط الإلكتروني. إن شاء الله بيتم إحنا حين في المراحل الأخيرة من إجراء هذا الربط الإلكتروني. هم بيبلغونا إذا كان هذا الشخص اللي سوونا مثلاً تفتيش صحي يحتاج إلى فحوصات إضافية أو إعادة فحص. نحن هاي التعليمات بناخذها من اخواننا في بلدية دبي، ونحن مستعدين طبعا يعني اي طلب هم يطلبونه نضيفه من ضمن الفحوصات المطلوبة او الفئات اللي هي موجودة عندنا. ممتاز. شاكرين لك اختي ميسار بستاني، مدير ادارة خدمات اللياقة الطبية بهيئة الصحة بدبي، معلومات القيمة اعطيتينا اياها. شكرا لك ونهارك سعيد. وياكم إن شاء الله. شكرا. طيب عبد الرحمن الحصاي يصبح عليكم، السلام عليكم. لازم غرس ثقافة النوم المبكر في الأطفال من الصغر، بس كيف وهم يشوفون العكس في الوالدين؟ الله. أيضا صباح الخير صديقي محمود، معدل النوم 10 ساعات لغاية أي عمر؟ هذا فارس يسألنا. 10 إلى 12 ساعة للأطفال لين عمر 6 أو 7 سنوات، 10 إلى 12 ساعة لازم ينامون. ويقول آخر مستمع عندنا، لازم استغلال فترة الصباح مع الأطفال. صحيح. أيد تماما هذا الكلام. فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله ما نتحدث عن موضوع آخر، يمكن يعني مبادرة من المبادرات الجميلة اللي أطلقتها الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي. ما تعرف على مبادرة يمناك مع الأستاذ عبد الله بلعومة، فابقوا معنا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. طبعا قبل الفاصل قلنا أن نحن نستقبل معاكم الأستاذ عبد الله بلعومة، رئيس قسم شؤون الموظفين في هيئة الصحة بدبي، ما نتكلم عن مبادرة يمناك. هذه المبادرة اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي مؤخرا هي مبادرة اجتماعية
يعني ضمن أجندة عام الخير اللي تقوم بها هيئة الصحة بدبي في إطار الأهداف الاجتماعية الهادفة إلى توثيق الروابط والتآزر والتلاحم بين أفراد أسرة الهيئة. صباحك الله بالخير عبد الله. صباحك الله بالنور والسرور. اسمح لي بس بقرأ كم مسج عشان الموضوع اللي قبل شوية وما ندخل على طول في موضوعنا الرئيسي. يقول بالنسبة لي أنا أطفي الإنترنت يصيبهم الملل وينامون. أحسن خطة محمود. إنزين تحية صباحية للجميع. أختي الله يحفظها ترقد عيالها من بعد صلاة العشاء كيف تزدحهم في الصالة وتبند الليتات أم عبد العزيز فلا إراديا يرقدون. والله خطط عجيبة. السلام عليكم. ما حد رد علي. الله يوفقكم. شوفي لي شو موضوعه هذا يا ميرا بخصوص شو ما ردينا عليه. عبد الله مبادرة يمناك عطنا فكرة عامة عن هذه المبادرة وأنا بسميح أم خليفة لأنه بلف الآيباد صوبي عشان بس أقرأ تعليقات المتابعين. تفضل. طبعا حسب توجيهات حكومتنا الرشيدة بأن يكون عام 2017 عام للخير بادرة هيئة الصحة في دبي بإطلاق برنامج مناك. هو نظام صندوق خيري لمساندة ودعم موظفين هيئة الصحة يعني بالكثير اللي تنطبق عليهم الشروط. حسب المثال سوينا هالبرنامج أن نزيد تآلف بين الموظفين. صحيح. يعني في تعرفين هيئة الصحة فيها أكثر عن 12 ألف موظف. في موظفين ما يعرفون الثاني فهالبرنامج يزيد تآزر ومثل ما يقولون بناء عمل بناء بيئة إيجابية أكثر بين الموظفين. صحيح. طبعا هو الفكرة مميزة إن ما نساعد الناس الخارج الهيئة ولكن الموظف يساعد زميلة في نفس الهيئة. فأعتقد هاي يبني مثل روح التآلف ويشجع الموظفين الأقدر إنهم يعني يساعدون موظفين الأقل قدرة. ولكن هنا السؤال يكون كيف يتم تجميع هالموارد المالية؟ كيف ممكن الواحد يساهم؟ كم جمعته لين الحين أو كم المبلغ اللي وصل له المبادرات المالية من الموظفين؟ كم راتبك يا دكتورة؟ الحمد لله اليوم كم يجمعوا كتشجيع يعني بنسعه يجمعوا مبلغ وقدره وانا اتشجع مثلا انا او غيري ان نتبرع. يعني انت بعد ما تبرعتي بشيء؟ انا بلا شاركت في يمناك. تفضل. طبعا طرق الاشتراك هناك هي عن طريق نموذج او عن طريق حتى الانترنت الداخلي في الهيئة. صحيح. الواحد يقدر يعبي النموذج. طبعا الاستقطاعات هي تكون من 25 درهم. وايد قليل الاستقطاعات اللي حاطينها. قلنا في عندي موظفين بيتبرعون اكثر قالوا ما يستوي. لا 200 درهم اكثر شيء. وكم بيجي الحين في 25 درهم 50 درهم 100 درهم و250 درهم. هي. طبعا حاليا نحن في قيد الدراسه ان نفتح سقف التبرع لان في ناس وايدين قالوا لنا عبد الله بنتبرع مبالغ اكبر. صحيح. ب 10,000 5,000. صحيح. فنحن حاليا نحن ندرس ان نطور موضوع او نرفع سقف التبرع. ممتاز. يكون اكبر. او الاشتراك. حاليا طبعا في ناس ليش احنا خلينا 25؟ في موظفين انت عندك رواتبهم ما تعدل 2500 درهم. صحيح. ودي يتبرع. ممتاز. يعني حتى راتبه قليل يقدر يتبرع للمبلغ جدا بسيط 25 يعني درهم. انا عندي طلبين مشتركين رواتبهم ما تتعدل 2500 درهم. ما شاء الله ممتاز والله. يعني هذا يبين ان المحبه الموجوده في الهيئه. يعني راتبي جدا قليل 2500 بس مع هذا مستعد اني اتبرع حق ممكن في حد راتبه حتى اقل عني ومحتاج اكثر عني او متازم من مبالغ. والله شيء وايد جميل محمود. طبعا هي شوفي فعل الخير يعني مو مرتبط بالراتب محمود بالراتب او صحيح. بمستوى كذا. لا اتذكر حتى في فيديو شفته حق واحد من عند الغرب يسمونهم الهوملس اللي ما عندهم بيوت ف يعني شاف شخص ثاني موجود محتاج. هذاك كان ممثل زين كان بس يبغي يطلب من الناس انه وجبه وكذا. فشاف هذا الشخص قاعد يطلب الناس ما يعطونه يمرون عليه. صحيح. هذا الهوملس يا وساعده وعطاه السندويشه اللي كانت في ديه قال خذ هذه كلها. ليش؟ لانه يحس بمعاناته. صحيح. يعني هو شاف انه عنده صح انه ما عنده بيت بس الثاني يمكن ما عنده بيت وما عنده اكل فتبرع له بالشيء اللي هو يستطيع انه هو يعطيه. فهي مبادره جميله انسانيه صراحه. عبد الله بغيت تتعلق. هي بس لأن سألتني سؤالين فالجواب الثاني اللي هو كم اللي اشتركوا. طبعا نحن بدينا شهر 7 تقريبا نهاية 7 ولين الحين 85 واحد قدموا الاشتراكات كعضوية في برنامج مناك من هيئة الصحة. والطلبات اللي عانى ما شاء الله يارسة تزيد يعني فوق 21 طلب يعانى لين الحين مستلمين. طيب حد يسأل يقول التبرعات بس تشمل الفلوس ما نقدر نتبرع بأشياء ثانية مثل الملابس أو الأثاث؟ خلنا نشرح مرة ثانية الصندوق هذا عبارة عن إيش؟ الصندوق هذا عبارة عن نحن نستقطع من رواتب الموظفين هيئة الصحة
لمساندة أخوانهم الموظفين الثانيين اللي عندهم لا سمح الله صار له ظرف، صار له احتياج معين، علاج كذا، يتم الصرف من هذا الصندوق. عندي طبعا المستفيدين هم منو بالضبط؟ طبعا عندكم الحالات المرضية والأزمات الطارئة والأزمات المالية. الحالات المرضية عندك الأمراض المزمنة وعندك العجز الكلي والعجز الجزئي، صحيح. حسب ما طلع فيها قرار المجلس الوزاري بخصوص الأمراض. ممتاز. وعندكم الأزمات الطارئة، الأزمات الطارئة اللي هي يعني موظف عنده حالة وفاة على سبيل المثال، صحيح، برع في بلاده من أبوه من الدرجة الأولى نتكلم، صحيح، الأب الأم أو أي حد من أهله برع الدولة، نحن نقدر نساعده. الأزمات المالية طبعا هذه الأزمة، الواحد يقول أزمة مالية يعني هي كبيرة، شو معنات أزمة مالية؟ صحيح. الأزمة المالية يوم يجيني موظف يقول لي عبد الله أنا إذا ما سويت هالشيء بنسجن مثلاً أو شيء، بنسجن بس بخسر شغلي، بخسر أهلي، بخسر عائلتي، بخسر بيتي. وأتوقع المبالغ اليوم فيها أصلاً ما تكون مبالغ كبيرة، ما تكون مثلاً مئات الألوف، ممكن يكون حتى مرة سمعت من حد موظف يقول أنا 5000 ممكن تفك يعني تفك أسر واحد من أهلي أو أخوي، أو يعني مبالغ بسيطة بالنسبة لنا إحنا، يعني مو مبالغ الكبيرة. كان مسجون أخوه بقضية مالية كبيرة، فيقول بس 5000 درهم تفك أسره يعني، صح، ويرجع لبيته ويشتغل ويصرف على عائلته. فالواحد يفكر المبالغ البسيطة اللي يحتاجونها، فمعناه أنه متبرع حتى ب 250 بسرعة ممكن أساهم في سد احتياجه. هني عبد الله أنا أبغي أعرف يعني مدى مصداقية الحالات اللي ممكن الصندوق يتكفل بأزمتهم المالية. شو كيف أنا أقدر أتأكد أن هذه المبالغ اللي أنا قاعدة أتبرع بها قاعدة تروح للمكان السليم؟ صحيح. أنتوا كيف كيف تأكدون هم صادقين؟ في لجنة تشكلت برئاسة أستاذ أمن السويدي، مديرة الموارد البشرية، والأعضاء من مختلف القطاعات، من الشؤون القانونية، من الإدارة المالية، ومن مختلف قطاعات المستشفيات. نعم. طبعا هاي اللجنة تدرس الحالة. طبعا أنا أي واحد بيقدم لي طلب إعانة معناته لازم أول شيء تجيب لي أوراقك، رسالة المديونية أو العلاج إذا كانت عندك أنت أزمة طارئة مثل علاج أو أحد متوفي، تجيب لي الكوست تقريبا كم بيكلفك هالشيء، تكلفة العلاج على سبيل المثال لأمك لأبوك لولدك، لأن أنت كقانون موارد بشرية في دبي يغطي علاجك أنت كموظف، ولكن ما يغطي علاج الدرجة الأولى. أوكي. تجيب لي هالأشياء، نحن من داخلنا في مثل تقول لجنة فرعية اللي هو أنا والأستاذ سالم باللاحج ندرس الحالات هذه بالتفاصيل ونطلب منك كل الأوراق ونتأكد بنفسنا، لو إن شاء الله كان خارج الدولة نتواصل معهم خارج الدولة نتأكد. عقب هني نحن يوم بنتبرع بالمبلغ أو بنساعد لعان المبلغ دائرة تكون مصروف للجهة اللي هي بتساعد الموظف مش للموظف نفسه. والله هذه مبادرة جميلة جدا، يعني أنا أتمنى منك يعني خاصة نحن على الهواء أن أي دائرة حكومية ممكن تتبنى هذه الفكرة وتسويها ضمن الإطار أو أي مؤسسة موجودة، لأن يعني مبادرة جيدة ممكن أن تحقق العديد من المقاصد اللي تسعى لها هذه الهيئات والدوائر والمؤسسات اللي هي تعزيز يعني الولاء عند الموظف. صحيح. الموظف لما يحس ان الدائره هذه الناس اللي موجودين كلهم هذول يعني يخافون عليه ويخافون على اهله ويخافون على صحته وممكن انه يساعدونه، لا بالعكس. صحيح. هي مثل جمعيه، مثل شغله كذا، يصير التكاتف محمود، يعني حسن هو خدم بس لما طاح في ورطه تكاتف الجميع عشان يطلعونه من هالمشكله. او عبد الله شرب شاي كرك؟ هنا. يقولون لك شربوا كرك، هذا يقولون لي اياه. ايه شربنا كرك تونا. زين طمنوا شربنا. طيب نرجع لموضوع يمناك، يعني انتم اطلقتوا حاليا كم كملتوا سنه عبد الله؟ لا طيب بدينا شهر سبعة. من شهر سبعة لين الحين يعني ما شاء الله 85 مشترك، ما شاء الله 21 طلب اعانه. 21 طلب اعانه. هنا. ممتاز. يعني المبلغ مكفي ولا ممكن؟ هي طبعا غير اشتراكات الموظفين الهيئه تبرعت بشكل سنوي بمبلغ 1,000,000 درهم ما شاء الله في حساب الصندوق هذا. ممتاز، يعني في 1,000,000 درهم في حساب هذا الصندوق. نعم. من قبل الهيئه جزاها الله خير، معالي احمد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة بدبي، دائما ما نشوفه يساند العديد من هذه المبادرات اللي يعني في النهاية تخدم. صحيح. زملاء أخوانا. صحيح. طيب عبد الله شو تبغي تضيف لنا بعد؟ طبعا لا بضيف أن نتمنى من جميع الموظفين المبادرة أن يبادرون بساعدة أخوانهم الثانيين. صحيح. بالاشتراك في هالشيء، لأنها في الأخير خير ربعك أو زملائك في العمل، وزائد أن أنت
بتتبرع يعني هالشيء يفيدك انت بعد في المستقبل اكيد. واحنا ثقافتنا كمسلمين اصلا التبرع والصدقه دائما تكون موجوده, فهذا ممكن يكون انتم سهلتوا على الموظفين وايد. يعني احنا مين نشترك وايد سهل, انا ما في داعي اروح لاي مكان واحطه في اي صندوق, كل شيء اوتوماتيكي يستوي, اعمل لي فورم اطرش لكم اياه, تواصلوا مع البنك اعتقد يتم اقتطاع شهريا من حسابي من غير ما انا اتعب. فهذا ممكن يكون وسائل الصدقه لان ما اتعب فيها وايد, في نفس الوقت يكون إن شاء الله أثرها كبير لأن أنا ساعد زملائي الثاني موجودين في الهيئة. وحتى لو مثلا بغيت أنت مثلا عقب سنة سنتين قلت عبد الله بوقف الاستقطاع, في نموذج توقف الاستقطاع ما يحتاج دايركت نحن نسويه. صحيح. نموذج مثل بعض الشركات يدخلونك خدمة وعقب تعال أنت عشان تشل عمرك من هاي الخدمة يدخلونك مليون صدعة. لا لا لا, هو نموذج هو نموذج ما بقول اسم الشركة كل الناس يعرفونه. زين, هو نموذج بسيط الواحد ممكن في أي فترة أنه يوقف الاستقطاع. عبد الله, أنا وايد مستانس على هذه المبادرة لأن مثل هذه المبادرات مثل ما قلنا أن تعزز العديد من القيم الأخلاقية والإنسانية, وأيضا تحقق الأهداف اللي تسعى لها الموارد البشرية دائما في أي دائرة ثانية. هل في الإمكان أن إن شاء الله يعني مستقبلا أن تكون على مستوى حكومة دبي مثل هذا الصندوق؟ والله نتمنى ليش لا, بس أنا اللي أعرف أنه في دوائر حكومية شغالة على نفس البرنامج ولكن نحن اشتغلنا عليه بنطاق أكبر وأوسع. يعني شو اللي يميزنا نحن؟ لأن نحن ما اتطرقنا فقط للحالات المرضية, احنا اتطرقنا للأزمات الطارئة والأزمات المالية. فالأزمات المالية أنت يعني تيني تقول لي عبد الله أنا بنسجن. خلينا نعرف الديفينيشن مال الأزمات الطارئة والأزمات المالية أو التعريف مالها شو بالضبط. الأزمات الطارئة اللي هي الحالات اللي تستدعي تقييم مدى العمر بشكل مستعجل, منها حالات الوفاة. يعني أقول لك وفاة إصابة في حد من عنده هلك عنده مشكلة من الدرجة الأولى كمرض ولا شيء. أما الأزمات المالية تقول لي عبد الله أنا إذا ما صرت دفعت هالمبلغ أنا بنسجن, أنا بخسر بيتي, أنا بخسر أهلي, أنا بخسر شغلي. صحيح. فهاي هي الأزمات المالية اللي نحن نتكلم عنها, وفي إن شاء الله في تعاون بيننا وبين شرطة دبي بخصوص الموظفين أو أي حد تكون عنده مشاكل نسهل الأمور إن شاء الله. ممتاز. فإحنا أصلا في الهيئة محمود عندنا مكتب متكامل للخدمات الإنسانية يقوده سالم بالله, نعطيه يعني نوجهه المكتب اللي من غير باب, مكتب المال أبواب. صحيح. فما شاء الله جهودكم واضحة ما شاء الله سواء للمتعاملين داخل الهيئة للموظفين داخل الهيئة, ويعطيكم ألف عافية. صراحة جهود ما حيقدر ينكرها وإن شاء الله من تقدم لتقدم. شيوخنا زرعوا فينا حب التعاون والإيد الوحدة, ومبادرة جدا جميلة في عام الخير, وربي يطول بعمر شيوخنا اللهم آمين. آمين. نحن بلد خير اللهم لك الحمد. نحن في عام الخير بعد محمود, عام الخير نحن من استوينا اللهم لك الحمد, أعوامنا كلها خير في ظل يعني هذه الحكومة اللي للأمانة ما قصرت علينا في شيء. أبدا ما قصرت علينا. عبد الله يعني تبغي توجه لنا كلمة أخيرة, تبغي تعطينا إضافة أخيرة, محور ما تطرقنا له ممكن أنك أنت تبغي تتكلم فيه يمكن نسيناه أو شيء؟ طبعا يمكن في وايد ناس يقول لي عبد الله زين انا كيف اقدر اتواصل, كيف اقدر اشترك في هالموضوع. طبعا موقع الهيئه الداخلي الكل يقدر يدخله, بس من يدخل الموقع بيحصل لينك يمناك يدخل عليه وفي نموذج يعبي ويطرشه على طول دايركت بالايميل, ونحن بنقوم بكل الاجراءات بالذات اللي عندهم طلب الاعانه اللي عندهم مشاكل بس ما يبون مثلا الكل يعرف عنها. صحيح. بابنا نحن مفتوح في الاداره العامه, يكلمنا بدون ما حد يعرف, بتكون هناك سريه تامه لحالاته. في ناس تعرف يقول لك لا انا عندي مشاكل قضايا عفيف عفيف نفسي يكون عفيف نفسي. بالعكس بتي عندنا بيكون موضوع سري حتى لو ما تبى اللجنه طبعا ما مثل ما تقول داخليه هذه وعندها سريه تامه لكل الحالات. صحيح. ممتاز. يقول احد المستمعين صباح الخير, ليش ما تسوون بطريقه الوقف؟ هي الفكرة مالت أن الموظفين كلهم يشاركون في هذه المبادرة. نعم. يعني لكن ممكن مستقبلا ليش ما يكون في نوسعها نسويك وقفة موظفين من المسجد أو شيء. نحن هذه مثل ما تقولون المرحلة الأولى, المرحلة الثانية نحن بنكبرها إن شاء الله, بنكون برنامج على نطاق أوسع إن شاء الله يا رب. فإن شاء الله خلال الأسبوع الجاي بتسمعون خبر جديد عن البرنامج ونطاق التوسع اللي فيه, لأن حاليا السقف هو 50,000 التبرع للإعانة قصدي, ولكن إن شاء الله الأسبوع الجاي بيكون مفتوح. يعني يوصل مليون عادي؟ لا تعتمد على حالة العلاج على حالة الأزمة. جزاك الله خير أستاذ عبد الله بالعومة رئيس قسم شؤون الموظفين في هيئة الصحة بدبي, شاكرين لك هذه التوضيحات عن هذه المبادرة ونتمنى لكم التوفيق دائما. وياك إن شاء الله. شكرا لك. مشكورين.
نشوفك على بعد ما يتم يعني الإعلان عن هذه إن شاء الله الخطوة الثانية اللي ذكرت أنت، ممكن نتكلم بشكل مفصل بعد أكثر بإذن الله إن شاء الله، ولا نهاية السنة نشوف كم يجمعتوا. نهاية السنة إحنا حاطين فيديو إن شاء الله بنطلق على بخصوص البرنامج إن شاء الله يا رب. محمود المسج الأخير بس، ما بييكم واحد يبى الثانية تجمعونه وتيوزونه. هذا نعطيه بلوك باند. ليش بلوك؟ أنا عارفة من وين طرش هذا المسج. إيه فعسبتي ما يبون هذا. إيه. بالعكس الحين اللهم لك الحمد أعتقد عندنا مبادرة على مستوى الحكومة الزواج الزوجة الثانية يعطونهم بعد بيت أعتقد ها بيت، وعندنا بعد بطاقة المأذون محمود، بعد المأذون الشرعي عندنا بعد صنا. عموما دكتورة الحين مو مخلصين من تربية عيال الزوجة الأولى، وين من أنا أقول بعد شيء، أنا هذا رأي دائما أصلا. لا وبعدين المفروض الحين بعد أولياء الأمور يحتاج لهم تغيير سلوك، هذا لا لا حافظ إعادة جد إعادة تهيئة لهم يعني لسلوكهم. إحنا ترى محمود ما نلاحظ إن أطفالنا يكتسبون منا طباعهم. في ناس يقولك في ناس يتبعون مع عيالهم أسلوب شو، لا أنا عود مو لازم تسمع كلامي أنا كبير، لا هذا الأسلوب غلط، لأنه هو يقول إيش معنى أنت تسهر أو إيش معنى تسوي هالشيء وتقولي أنا لا. فدائما عكسوا الصورة الحسنة لعيالكم عشان يتبعوكم مثل يقولون باي ديفولت، أو يعني يعتبرون أنتوا القدوة لهم يعني. صحيح، نحن لما نتكلم عن نمط الحياة الحالي يعني حرام يا جماعة الخير، في عنا صارت يعني أنا ما أبغى أستخدم هذه الألفاظ لكن عاهات فكرية، غير الأمراض الجسدية اللي قاعدين نصادفها، غير الانحلال الأخلاقي، للأسف في انحلال أخلاقي عند الكثير، والسبب ترى يرجع للتربية. صحيح. في الأيام هذه أنت ما تقدر تمنع الطفل أن يشوف. أكيد. بيشوف كل شيء. نحن على أيامنا ما كان عندنا كل هذه الوسائل اللي ممكن حصل فيها المعلومات وكذا. صحيح. إنزين، لكن في هذه الأيام لا، التربية اختلفت. التربية أنك أنت تفهمه، تعطيه الصح والغلط عقب تهده، هو صحيح. يختار. أنت بذرتك بتكون زينة. إنزين، بيتعامل مع المتغيرات هذه ضمن هذه البذرة. صحيح. لكن إذا أنت جيت وخليت الطفل على راحته، إيه، وتخاف إنه ينام في اكتئاب، يزعل، خاف يزعل، يتضايج، قريت دراسة تقول والله الطفل ينازعون أهله يجي الاكتئاب ويكبر يستوي مكتئب ومعقد، لا لا هالكلام غير صحيح. أنت يا ما انضربتي وأنت صغيرة. أنا انضربت أنا أمي اللي تسمع البرنامج، أنا انضربت ليه ما قلت بس ما طلعت معقدة. طلعتي دكتورة ما شاء الله. دكتورة وهذا هو عند في الإذاعة وتي. يا جماعة لازم نقسى على أطفالنا، قسوة يعني الضرب لا لا، شوف الضرب أنا أؤمن بالضرب التأديبي، الطفل ينضرب ضرب تأديبي في بعض الحالات، ولكن الكلام و90% من تربية أي طفل في البيت يا أمهات يا أبهات، لنقول الإنترنت يربيهم، هالعبارة لما يقولون الأمهات محمود أنا أزعل، شو الإنترنت يربيهم؟ 90% أنت تربين أنت وأنت أيها الأب، 10% تأثيرات خارجية، فخلي يكون أنا عندي السلطة. يجلس على الآيباد مال ساعتين خمس ساعات، ست ساعات محمود، ست ساعات أعوذ بالله. أنت تعرف شو الأمراض اللي بتي في الولد هذا؟ أنت مستخسر هذا الوقت اللي ممكن أو أنت مستخسر هذا الوقت اللي ممكن تقعدين فيه مع طفلك عشان أنه يالس على الآيباد، هذه أمراض نفسية جسدية ظهر. تأخر كلام محمود، تأخر كلام. أي. انطوائية، ما يكون طفل اجتماعي، عقب تلاقي الأم تقارن والله ليش ولدي ربيعتي ما شاء الله يسولف وشي وأنا ولدي ما يسولف، لأنه ما تقعدين على الآيباد. بس مش مع الضرب، الضرب التأديبي في بعض الحالات. ما في ضرب تأديبي دكتورة، أنا أم أؤمن بالضرب التأديبي في بعض الحالات. ما لا تسمعون كلامها، يقول يعني نضرب أولادنا عشان يطلعون دكاترة. ضرب التأديبي يعني الحوار، أنا شو أقول دائما الكلام أولا، بعض الأشياء ما تستحمل الكلام. أنا رأيي إذا ضربت الولد شو العقاب اللي بتعطي بعدها بعد الضرب؟ ما في عقاب ثاني، بتشتل؟ لا لا لا، فلا تضرب، نربطه في النخلة نفس ما كان يسوون فينا أول. ما بقول بسني، خلينا نختم لأن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. نحن شاكرين كل ضيوفنا اللي كانوا معانا وكل المداخلات اللي جتنا، إن شاء الله باكر عندنا مواضيع أخرى. شوية ردي راسك ورا، خلينا نسلم على ميرة الغفلي. شكرا لك ميرة، شكرا لك يا أيمن سرحيل، شكرا لك دكتورة ندى، شكرا لك يا لا للضرب.
أوكي اختلاف وجهات النظر لا يفسد ود قضية عادي. شكرا لك دكتورة ندى الملة، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.